السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. طقس العيد: أمطار متوسطة الشدة وانخفاض بدرجات الحرارة. ديمقراطيو الكونغرس يطالبون بايدن الاستفهام من السوداني عن مصير تسوركوف. قبيل صباح عيد الفطر: أسعار الدولار تستقر على ارتفاع في بغداد. أسعار الذهب ترتفع مقتربة من أعلى مستوى قياسي. إسرائيل تعلن مهاجمة مواقع للجيش السوري. الأمطار حاضرة غدا. رأس الجو: الهلال سيظهر اليوم والحرارة أقل بخمس درجات. عملية نوعية تنتهي بالقبض على عنصر بداعش في كرخ بغداد. الجيش الأمريكي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة أرضية لأنصار الله. حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن. ارتفاع قياسي بأسعار الذهب في العراق. إليكم تفاصيل الأخبار. أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر. الطقس على العموم قائم جزئي وأحياناً قائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحياناً والتساقط الحالوف في بعض الأماكن. درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وبضع درجات في المنطقة الوسطى عما سجل يوم أمس. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية 8 إلى 10 كيلومتر. وجاء 16 عضواً في الكونغرس الأمريكي جميعهم من الحزب الديمقراطي رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، طالبوهم فيها باستغلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني كفرصة مناسبة لمعرفة مصير إليزابيث تسوركوف المحتجزة في بغداد منذ نحو عام. وبحسب تقرير لموقع ذا نوشنال ترجمته بغداد اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، فإن الموقعين على الرسالة ينتظرون من إدارة بايدن الاستمرار في الاستفادة من جميع الفرص لحل قضيتها على وجه السرعة بشكل يضمن عودة تسوركوف إلى عائلتها وأصدقائها. كانت تسوركوف طالبة الدكتوراه الإسرائيلية الروسية في جامعة برينستون الأمريكية، قد تم اختطافها آذار الماضي في بغداد خلال تواجدها لإجراء أبحاث هناك. وتعتقد واشنطن بأن الجهات الخاطفة هي جماعة مسلحة موالية لإيران، نافية في الوقت نفسه أن تكون تسوركوف عميلة لوكالة المخابرات المركزية. سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 استقراراً على ارتفاع في الأسواق المحلية في العاصمة بغداد. وقال مراسل بغداد اليوم إن سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغ اليوم 249,000 دينار مقابل كل 100 دولار، وأضاف فيما بلغ سعر الشراء 147,000 دينار مقابل كل 100 دولار. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم بحثا عن إشارات جديدة. وبحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2343.76 دولارا للأوقية الأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولارا يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2362.60 دولارا. من المقرر صدور محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 أنه قصف بنية تحتية تابعة للجيش السوري في منطقة محجة في درعا جنوب سوريا.
وقالت القيادة العسكرية الإسرائيلية في بيان إن طائرات حربية إسرائيلية شنت ليلة الثلاثاء غارات على بنية تحتية تابعة للجيش السوري في منطقة محجة. وأضاف البيان كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا في جنوب سوريا الليلة الماضية. كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 عن توقعاته بشأن تطورات حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما حذر من أمطار غزيرة متوقع هطولها على المحافظات الشمالية. وقال الزيادي لبغداد اليوم إن من المتوقع أن تتأثر البلاد تحت أجواء متقلبة وحدوث أمطار تبدأ من اليوم الثلاثاء في أغلب المدن الشمالية وتستمر حتى فجر الخميس المقبل، محذرا من أمطار غزيرة الشدة في محافظات الموصل، أربيل، كركوك، دهوك. وأضاف إن الحالة الماطرة تتحرك عصر ومساء الليلة في المدن الوسطى والجنوبية محملة أمطار رعدية بين مكان وآخر، وتشمل أمطار العاصمة بغداد وديالى. وأيضا مشيرا إلى أن اشتداد الرياح الجنوبية اليوم في مناطق البلاد كافة خاصة شمال الكوت وديالى تصل 50 كيلومتر في الساعة. وتابع يوم غد الأربعاء ستكون هنالك حالة ممطرة في وسط وجنوب البلاد وبعض مدن الفرات الأوسط مجملها رعدية متفرقة وغزيرة في شمال البلاد وديالى، لافتا إلى أن يوم غد الأربعاء ستكون هناك أجواء لطيفة بسبب عبور جبهة هوائية لطيفة مصحوبة بنشاط رياح شمالية تؤدي إلى انخفاض بفارق 5 درجات مئوية تستمر طيلة أيام العيد. أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 إلقاء القبض بعملية نوعية على إرهابي في أحدى مناطق جانب الكرخ بالعاصمة. وقالت أعلام القيادة في بيان تلقته بغداد اليوم إنه ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تمكنت قوة من اللواء 55 فرقة المشاة 17 بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال متهم وفق المادة 1/4 إرهاب ينتمي لعصابة داعش الإرهابية، وذلك من خلال رصد مكان تواجده ضمن منطقة زوبع السلطان جنوب غربي بغداد. وأضاف البيان إنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون العراقي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة جوية تابعتين لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق سيطرتها باليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث عبر منصة إكس إن قواتها نجحت بين الساعة 12:15 ظهرا والساعة 2:40 بعد الظهر بتوقيت صنعاء في 8 نيسان أبريل في الاشتباك مع نظام دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق وتدميره ومحطة مراقبة أرضية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضافت أنها دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن فوق البحر الأحمر، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. أعلن قيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 إن الحركة رفضت المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي علي بركة قوله: نرفض المقترحات الإسرائيلية الأخيرة التي أبلغنا الجانب المصري بها، واجتمع المكتب السياسي اليوم وقرر هذا. وفي وقت سابق أعلن مسؤول آخر في حركة حماس طلب عدم ذكر اسمه في حديث لرويترز أنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في المفاوضات الجارية في القاهرة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، ولم تعرف تفاصيل المقترح الإسرائيلي لحركة حماس الذي تم نقله عبر الوسطاء. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أنه تلقى تقريراً مفصلاً حول سير المفاوضات في القاهرة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد حددت الموعد لإطلاق عملية عسكرية في رفح. يواصل الذهب الارتفاع عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد تحقيقه لمكاسب للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي. وتشير أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية العراقية إلى صعود غير معهود
حيث بلغ سعر البيع للمثقال الواحد 5 غرامات من الذهب المستورد 490,000 دينار و480,000 للشراء، كما سجل سعر شراء الذهب العراقي ارتفاعا ليصل إلى 440,000 دينار. ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية والإقبال على الملاذ في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق. وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.